ايه رايك في طاهر الفتره الاخرانيه؟ لا طاهر احنا مستنيين من طاهر اكتر من كده، بس ما شاء الله عليه طاهر، يعني حتى لو الكوره مش مطوعاه لا يعني عنده روح وبيرجع. كام في المية يعني انت شفته في ماتش بيراميدز مثلا من طاهر؟ كام في المية من اللي انت مستنيه من طاهر محمد طاهر؟ لا طاهر يعني احنا نقدر نقول دلوقتي يعني انت طاهر بسم الله ما شاء الله عمال يعلى، يعني انت 70% هو الطاهر، ولو التوفيق كمان مع طاهر اللي هو يحرز اهداف هتلاقي لا طاهر في حتة تانية، يعني فاضل له 30 كمان. 30، لاني طاهر من الناس اللي هي عندها المواصفات والملكة يا استاذ احمد، اللي هو ممكن يقدر ياخد الكرة 30 متر يقدر يجري بيها، يعمل دريبن يقدر يروح بيها، فهو عنده الملكة دي ما شاء الله. فاحنا مستنيين من طاهر اكتر من كده، لان احنا جايبين طاهر وعارفين قيمته طبعا. وخلال اللي انت في نادي بيوفر لك كل شيء، بسم الله ما شاء الله يعني انت كل حاجه متوفره لك، فاحنا مستنيين منك الايه ال 30% اللي هم بتوع طاهر بقى. عفروتو، انت كنت من اللعيبه اللي عندها نقطتين قوه يعني يتمناهم اي لعيب، فكره السرعه وفكره المهاره، ودي حاجه النهارده يعني من اساسيات اي جناح في اي نادي مش بس في النادي الاهلي. من وجهه نظرك، هل بتشوف في لعيبه في النادي الاهلي من الممكن توظيفها، او اذا تم توظيفها في اماكن تانية غير الاماكن اللي احنا تعودنا نشوفها هناخد منها مردود افضل؟ طبعا زي مين؟ كهربا طبعا، كهربا. كهربا رقم واحد يعني، كهربا من اللعيبه اللي هي لو كهربا الفتره الجايه مستر موسوماني اعتمد عليه واداله وخلى رجله في الملعب، لا كهربا يبقى في حته تانية. وانا اتمنى ان كهربا يلعب تحت الفيرود او يلعب فيرود حر. نفسي كهربا يعني نبعده عن الاطراف خالص، لان كهربا هيدينا اكتر في الحته اللي انا بقول لحضرتك عليها، البلي ميكر ديت او الفيرود، فيرود حر كمان، مش فيرود اللي هو يبقى محطه بوكس. لا يعني يقدر كهربا عنده الملكه، لان كهربا من اللعيبه اللي هي جريئه بلغه الكوره، ويقدر يروح واحد ضد واحد شادو سترايكر، يبقى جاي من ورا يكمل من بالظبط كده يا استاذ احمد. فنفسي اشوف كهربا في الحته دي، لان كهربا هيفيدنا كتير قوي في الحته اللي انا بقول لحضرتك عليها دي. مين تاني؟ في حد تاني غير كهربا؟ لا في حسين الشحات ما شاء الله، يعني انت حسين، بس انا كنت مع حضرتك وقلت لحسين ما يركزش مع الميديا ولا يركز مع الناس خالص، بس حسين ابتدى يعني انا حاسس انه الفتره الاخرانيه كمان انه حط سجل. انا بيتهيألي اللعيب لما بيحط جول ده شويه بيرجع له يعني احساسه بامكانياته، احساسه بمكانته، فبيتهيألي انه حسين الفتره الاخرانيه عايز يرجع، عايز يقول انا مركز وعايز اعمل حاجه. لا حسين يا استاذ احمد يعني ما مش انا اللي هقيم حسين، حسين لعيب كبير جدا، وحسين يعني ما شاء الله عليه كل ماتش بيثبت اللي هو لا لعيب كبير، ولعيب لما النادي الاهلي بيحتاجه او مستر موسوماني بيحتاجه لا بنلاقيه، وبنلاقيه في الاوقات الصعبه، يعني احنا مستنيين من حسين اكتر من كده. انا عايز بس اقول لحسين رساله من خلال حضرتك، يا حسين انت ركز مع جماهيرك بس، جماهير الاهلي، مالكش دعوه بالحاجات السلبيه التانيه، لأن جماهير الأهلي هي الجماهير الوحيدة اللي هي بتحبك بجد. والله انت عارف